للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من بيروت العميد الركني يعرب صخر الخبير العسكري والاستراتيجي. أرحب بسيادتكم وأبدأ معك بانعكاسات مجد الشمس على المشهد، يعني ضعنا في الصورة. نعم، مساء الخير، يعطيكم العافية. أهلا بك. لا شك ما حدث في مجد الشمس عصر اليوم يشكل تحول خطير في مسار الأحداث التي منذ 3 أشهر أو 4 أشهر بعد أن ارتاحت إسرائيل في غزة وبدأت تتجه شمالا نحو الجبهة الشمالية، إن كان لبنانيا أو جولانيا إذا جاز التعبير، بدأت تتحضر لمعركة واسعة، لكنها كانت تصطدم بالضغط الأمريكي الذي كان يلزمها بعدم توسعة الجبهات والمحافظة على ستاتيكو معين تمهيدا للمخرجات السلمية والتفاوضية والتسويوية التي فشلت جميعها. إذ كلا الطرفين، إن كان إسرائيل أو حزب الله أو ما يتصل بحزب الله، لا يزال متشبثا بموقفه، وكذلك الموقف الإسرائيلي الذي يستغل الظرف من هنا ومن هناك. أما الآن وقد بات هناك فراغ وفراغ في الإدارة الأمريكية، نتنياهو وإدارته وحكومته المتشددة تستغل هذا الظرف، ومنذ 3 أشهر حتى الآن يضعف الضغط الأمريكي تدريجيا على إسرائيل، وإسرائيل تعرف كيف تستفيد من ذلك. الآن وهي قبل مجد الشمس كانت تتحضر لشيء ما تمهيدا قبل عودة نتنياهو من واشنطن، تحضر لشن عملية ما، وخصوصا أن أمريكا قد أفرجت عن الأسلحة المطلوبة والقنابل الثقيلة 2000 رطل لإسرائيل وباتت جاهزة لكل الجبهات. الآن ما حدث في مجد الشمس لا شك أنه تحول خطير، وقد أعطى الذريعة لإسرائيل لتشن عمليتها، خصوصا كذلك أن اليوم الإدارة الأمريكية صرحت، أو الخارجية الأمريكية صرحت أن يكون رد إسرائيل مدروسا، يعني صرحت لإسرائيل أن ترد لكن باعتبارات محددة وضمن قواعد اشتباك محددة. إسرائيل لن تلتفت إلى كل ذلك، بل ستتجاوز كل الخطوط، وقد توفرت لها الذريعة اليوم وهي ليست بحاجة للذريعة. ما حصل في مجد الشمس وهي تحت الاحتلال هي أراضي سورية عربية ذات غالبية درزية تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ 67، والذي في ذلك 22 ألف من السكان تقريبا، و 20% من هؤلاء السكان من حملة الجنسية الإسرائيلية. إذن إسرائيل عندها كل الذريعة لكي ترد. كيف ومتى وأين؟ الساعات المقبلة تخبرنا بذلك. تمام، ولكن ما هي قراءتكم تجاه هذه التصريحات بشأن الرد؟ الرد وصف بأنه سيكون قوي، سيكون خاص بلبنان بشكل كامل، الرد سيكون قريب. كيف رأيتم هذه التصريحات الإسرائيلية؟ نعم، أولا كما قلنا هي توفير الذريعة لتنفيذ إسرائيل مآربها. الردود ما قبل مجد الشمس كانت مقتصرة في تصاعد مستمر منذ 3 أشهر حتى اليوم. إسرائيل كانت تضرب أينما كان وفي كل مكان، لكن بأهداف محددة تتسم بقواعد القيادة والسيطرة، الأهداف المنتخبة، الأشخاص القيادية في حزب الله، وهي تصطادهم شيئا فشيئا. الآن لا تستغربي إذا إسرائيل ردت في الضاحية الجنوبية عقر حزب الله، أو في مراكز مهمة غير تقليدية، أو في اغتيال شخصيات من الصف الأول في حزب الله وغير حزب الله، وكذلك الفصائل والميليشيات المتماشية أو التي هي تحت غطاء حزب الله. إسرائيل الآن توفرت لها الذريعة ولن توفر أحدا، والأهداف سوف تكون موجعة
ولا وغير مقيدة لا بزمان ولا بمكان. تتوقع نعم. اغتيالات؟ نعم، الاغتيالات سائرة أصلا، هي كانت قتال الصف الثاني والثالث وأحيانا الصف الأول، الآن الاغتيالات. أنا أتوقع وهذا دأب إسرائيل أنها سوف تجري عمليات اغتيال في الصف الأول أو أهداف غير تقليدية مؤثرة موجعة سوف تلجأ إسرائيل إلى ذلك، أنا أظن ذلك، والذرائع كلها متوفرة. سيادة العميد، ماذا يعني عدم وجود نتنياهو في مثل هذا التوقيت الهام، خاصة مع تصريحات كما تعلم بشأن محاولة الدفع به للوجود في إسرائيل، كيف أيضا ينعكس هذا على الحدث؟ سيدتي العزيزة، نتنياهو منذ ساعة قد أجرى اجتماعا إلكترونيا مع القادة العسكريين والحكومة المصغرة واتفقوا على التفاصيل. المعضلة الآن، الجيش الإسرائيلي جاهز لكل شيء وقد أعد الخطط وقد أعدها منذ مدة، لكن القرار السياسي ما هو بحاجة له الجيش الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية هي بحاجة إلى القرار السياسي. القرار السياسي بشأن الحرب لم يصدر حتى الآن، ونتنياهو سواء كان بعيدا أو قريبا، غائبا أو حاضرا، هذه ليست مشكلة في التطورات التقنية الحاصلة. بماذا يرتبط القرار؟ يمكنه إجراء الاجتماع في الطائرة التي هو مسافر بها وكل التقنيات متوفرة. على كل حال، هو يدرس كما سمعنا في الأخبار أنه يدرس أن يختصر الزيارة أو يقطع الزيارة في أمريكا ويعود إلى إسرائيل. بماذا يرتبط القرار؟ يعني تحدثت الآن بأن القرار لم يصدر والاجتماعات مستمرة بكافة السبل. القرار السياسي لم يصدر، لأن الجيش الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية جاهزة وأعدت الخطط منذ مدة، يلزمها الأمر أو القرار السياسي بشأن عملياتها. القرار السياسي لم يصدر بعد، إنما بات جاهزا وتوفرت له الذرائع والأرضية باتت خصبة، والجيش الإسرائيلي بكل مؤسساته جاهز، وعلى الحدود المستوطنات الشمالية كما علمتم ولا أدري إن علمتم أن العام الدراسي قد تم تأجيله وتم إجلاء كل السكان شمال إسرائيل. فإذا هذا ماذا؟ هذا كله تحضير لشيء كبير، قيد التحضير، ينتظر القرار السياسي. كيف يستغل نتنياهو هذا الحدث؟ بأقصى السبل. نتنياهو معروف بخبثه، ويستغل أولا هذا الحدث باستغلاله لتراجع الضغط الأمريكي عليه. ولقينا ووجدنا، رأينا كيف كان الاحتفال غير مسبوق لنتنياهو في المؤسسة التشريعية الأولى في العالم، الكونغرس الأمريكي. هو بات يتمتع أو يحوز الأوراق، أوراق القوة كي يبادر، وكل الدعم لقاه من أمريكا، وخصوصا كما قلت لك في بداية المقابلة، هناك الآن فترة ضياع وفراغ أمريكي. نتنياهو، وليس فقط نتنياهو، وكل اليمين المتشدد معه في حكومته يستغلون، ومعروفون بالخبث والكيد والمكر. شكرا لك العميد الركني يعرب صخر، الخبير العسكري، كنت معنا من بيروت.